يرتبط شهر رمضان بطقوس خاصة، منها أكل بعض الحلويات التي يزداد الإقبال عليها في هذا الشهر الفضيل. حلوى المشبك هي إحدى الحلويات التي يزدهر سوقها في شهر رمضان، والتي تتميز بشكلها الدائري والثقوب التي تتوسطها. وفي مدينة التربة جنوب تعز اشتهر ياسين الشرعبي بصناعة هذه الحلوى التي توارثها عن أبيه منذ الستينات، إذ قضى ياسين معظم عمره في صناعتها. أشتريته مشبك من عند الحاجة على الحاجة، أتعامل معه أكثر من 8 أو 10 سنوات، أتعامل معه مشبك حقه مريح ممتاز، وكنت أشل أقل حاجة 2-3-4-5 كيلو سابق لصنعة. الآن أشل كمية قليلة لأنه الأسعار زادت، السكر زاد، المواد التي تعمل المشبك زادت كثير على ما كانت أول. وتمر صناعة حلوى المشبك بسبع خطوات حتى تصل إلى المستهلك، وكل مرحلة لها وضع خاص، تبدأ بوضع الدقيق والخميرة وتنتهي بوضع هذه العجينة على النار. ولا يقتصر البيع في مدينة التربة فقط، بل يتم تصديرها إلى صنعاء ومدن أخرى وأيضا للمغتربين خارج اليمن. هذه أول رسالة إلى صنعاء، مش إلا أصحاب التربة يأكل المشبك، لأنه بصنعاء نرسل لهم برسائل، ولا عدن ولا الحديدة ولا السعودية ولا دبي يشلوا وبالصين وبالهند للمغتربين اليمنيين، أهلاهم يشلوا لهم مشبك من هنا ويرسلوهم إلى كل هذه المناطق. وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار السكر والأدوات التي تدخل في تصنيعها، ارتفعت أسعار الحلوى أيضا، ليصل سعر الكيلو إلى 3000 ريال.